يا بختك ياللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة ومين. جورج والصوف يحدث بلبلة في العراق، أوقف حفله بسبب حراسه الشخصيين والجمهور يصرخ من الفرح. نشر الفنان السوري جورج والصوف عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو من أجواء حفله الذي أحياه ليل أمس في العراق، وظهر الوصوف في الفيديو وهو يطلب من رجال الأمن الذين كانوا يحيطون بالجمهور إلى السماح لهم بالاقتراب أكثر من المسرح، وقال: يا جماعة السيكوريتي خلوا الناس تقرب شوي معليش، ولو هيدول مش رح يكلوني يا ناس، هيدول بحبوني. وأرفق الوصوف الفيديو بتعليق قال فيه: حب متبادل مع جمهور العراق الحلو. وكذلك نشر الفنان جورج وصوف صورة له من الحفل مازح من خلالها المايسترو اللبناني إلي العليا، وعلق على اللقطة التي جمعته بالعليا على المسرح بطرافة قائلا: مايسترو إلي العليا جاي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟ ومن ناحية أخرى كان شارك الفنان السوري جورج والصوف المتابعين عبر صفحته الخاصة على تويتر صورة تجمعه بالنجوم السوريين عابد فهد وعبد المنعم عميري وجهاد سعد، وظهر النجوم الثلاثة في الصورة وهم يضعون على رقبتهم منشفة بيضاء منقوش عليها اسم الوصوف. وأرفق الوصوف الصورة بتعليق قال فيه: اسمي على أكتافهم واسمهم في قلبي، ابداعهم فخر لسوريا وللعالم العربي. هذا وكانت أكدت بطلة الراليات القطرية وزوجة الفنان السوري جورج والصوف السابقة ندى زيدان أن ابنتها عيون على تواصل دائم مع والدها جورج والصوف وإخوتها، كما أنها تسمعها دائما رسائله على الهاتف وتخبرها بأنه يرسل لها مصاريفها المادية. وتحدثت ندى زيدان للمرة الأولى عن خفايا وأسرار حملها منه ومعانته بسبب ذلك، حيث نشرت على حسابها عبر إنستغرام صورة لها برفقة ابنتها أرفقتها بالتعليق التالي: عندما بلغت عمر 35 بصراحة كنت شايل فكرة الأمومة والإنجاب من بالي، وعندما جاءت مشيئة الله أن أرتبط وأحمل بابنتي عيون كنت في عمر 38. يذكر أنه كانت ضجت منذ فترة مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان جورج والصوف وهو يتلقى لقاح فيروس كورونا، ونشر جورج والصوف فيديو تلقيه اللقاح عبر حسابه على موقع تويتر، صحبها بتعليق: اللقاح أفضل من العلاج، لقحوني خدب ضحكي. لقحوني 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 لقحوني. وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج والصوف أغنية ياه عالزمن التي طرحها باللهجة المصرية. ظهر جورج والصوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف. يا الزمان والدنيا واللي بتعمله